سلام بنات، كراكم دايرين؟ غاية ناشطين، سينك سينك هانين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة يا رب العالمين. توجور نفتحوا لا فيديو تاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كراكم الحاجات غاية، لاباس الميمات الحنانات الحجاج الكبار الصغار، مرحبا بكم كاع عندي. كما كتشوفوا انا الصباح صبحت على خضيره، راني نقي في الخضره. قلت نهضروا المغزى كيما قال لك، توحشتكم، توحش الهضره والشيخه معاكم. قلت علاش لا ندير فطور يومي، فطور انا نهضروا مع بعض. صافا راكم بخير، كاش جديد؟ كاش راكم دايرين مع هذا الهول تاع اللي عندنا كيهضروا تاع الزلازل؟ كي راكم دايرين مع، والله الله يجعل ربي يحط علينا رحمته، هذا ما نقولوا. الوغ كنت صمتوا للشيوخ اش راهم يقولوا، ما تقولوش دخلوا غير الشكيل والتيك توك وطي طي 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 طي. قال لك دير على الراي اللي يبكيك، مال اللي يضحك غير يضحك عليك. سمعتوا هذاك اللي تلف لكم الراي تيك توك وكلش، ما تدوا معاه حتى عبره حتى فائده. اشاك فوا الانسان يسي يدخل وكان غير ساعه من وقته يسمع امام يكون يهضر على هذا الموضوع الساعه، وهو الزلازل. يا خواتاتي اللي سمعت صح اللي ما سمعتش، غادي غير كفكره غادي تفكروا بعضنا بعض. قال لك وانما الذكرى تنفع المؤمنين. انا كنت سمعت واحد الشيخ وهو هضر على الزلازل، قال لك غضب من الله، سيتادير الله سبحانه عز وجل غاضب علينا. الله يجعل ربي يرحمنا برحمته، ويجعل ربي يغفر لنا ويهدينا ويكاكينا يا رب العالمين، باسكو لا بليبور تاع الناس ما راهيش متكاكيه. غادي نقطع هنايا، غادي نعاود نبدلو الهضره غير دقيقه ونعاود ليكم. راني بريباري الشوربه تاعي كما راكم تشوفوا، قلت هذيك هي منها راني بريباري، منها نهضر معاكم. انا الشوربه بالنسبه للشوربه انا ندير فيها غير بصل طوماطيش، عندي كونجلي هنايا، وواحد الحبه تاع الزروديه هايله، خيزو كما يقولوا خواتنا المغاربه. السناريه جوك خويا يقولوا لها ثاني التونسيين، وحمص. والعطريه انا ما نديرش بزاف، من بعد تشوفوا معايا اش ندير. وتجي بنينه وحلوه، كان يديرها غير البصله والطوماطه شوف تجي كيس سكر. المهم كملوا هضرتنا على الزلازل، سمحوا لي على هذا الحس تاع الماشين راني دايرتها تغسل. المهم انا كنت حبست شويه، قطعت هنا البصله كما راكم تشوفوا، درت طراف تاع الدجاج غير البنه، المهم درت زوج طراف تاع الدجاج البصله، وغادي نقطع الزروديه ومن بعد نديرها العطريه وراكم معايا. المهم خواتاتي نولوا الموضوع تاعنا كما قلت لكم تاع الزلازل. قال لك غضب من الله، الله يجعل ربي يغفر لنا ويهدينا ويكاكينا بعيوبنا، الامور اللي انا نديروها بلا ما نعبو يا ربي تسمح لنا كما قال لك، ولا يجعل ربي يقبض العمر وهي مستوره. كما قال لك صعيبه ثاني تشوفي اهلك ولا ولادك ولا هكا، الله يستر تحت الارض هكا مردومين وهما حيا. يا ربي كما قال لك تحط علينا رحمتك، هذا ما نطلبه. يا ناس يا عالم كما قال لك الناس لقت كاكا كاكا صوالح بزاف. يا اختي لا ما كاينش متحجبه، روحي تحجبي الله ينعس الشيطان. غادي نهار تموتي يحجبوك، يحجبوك على كي تزعقي على روحك، وكمي تموتي يكفنوك ويغطوا لك حتى وجهك، ماشي غير كما قال لك راس غير هاك على شعرك. روحي الصروح راك تسري روحك مادامك حيه وتحجبي وسيري باش تخدميها مليحه، ولي ماشي يصلي الله يجعل ربي يهديه للصلاه، هذا ما ندعو الله. واللي تاني راه كيما قال لك يدير المنكر الله يهديه باش يحبس هذا المنكر تاعه، والله يجعل ربي كاكي الجميع. والله انا كنصيحه كاخت كيما قال لك نصيحه اخت لخواتاتها كيما ننصحكم في الطياب وكل شيء. المهم حنا نهضروا نديروا الشوربه تاعنا اومانطو كيما كتشوفوا. كيما قلت لكم خواتاتي لقى الانسان تكون عنده قوه الايمان، ماشي يقول لا ومازلت صغير ومازال عاد دوس شويه ونبدا نصلي لا هاد الشهر لا شهر رمضان صاي نبدا هانيش. ضمنت روحك يا اخي، ضمنت روحك يا اختي من شهر رمضان. الزيت بسم الله نقد زوج مغارف ولا ثلاثه، بس كل الدجاج كيما نعرفوا ما فيهش لاغريس هذيك تاع اليدان، نقله شويه شويه تاع الزيت زياده. المهم خواتاتي هنا غادي نعاود نولي الكيكوتي، درت فيها ولا كما كتشوفوا الملح، هذا الملح ما تشوفونيش غير ندير تقولوا غادي تملحها، باسكو عندنا الملح هذاك اللي شويه صامت. ندير شويه تاع الملح، ندير شويه تاع طوماطيش تاع قوطي، انا ندير غير شويه طوماطيش نقليها ومن بعد نزيد شويه، تعجبني ديك الحموضيه تاعها. من بعد شويه فلفله حمراء بسم الله باش تجينا حمراء وشابه. الشوربه ما نبغيهاش بيضاء، نبغيها تجي حميمره. الله الله شويه تاع الكركم
المهم قد نص نص مغرف ابر الفلفل الحمراء ديري مغرف صغيره بتجيك حمراء مليحه. السكنجبير عود تاع القرفه بعوسي نورمال مغسول كما راكم تشوفوا هنا غسليه ونسفي عليه وعاودي غسليه راكم تشوفوا باش ما تحسش كاش حاجه ولا تتنحى. وانا هنا الحمص ما نرميش ديريكت خاطرش نصفي الشوربه باش ما نقلعش فيه بالحبه، ديره هنايا نثقب هاد الساشي نغسله مليح مليح كما قلت لكم مغسول ونثقبه ونديره في الكوكوط، من بعد نرفدها هكا طايب ومن نصفي الشوربه نحلها في وسط البويون اللي صفيته دوك حتى من بعد نديره وندير القضبه تاع القزبر كما راكم تشوفوا. المهم خلي كلشي يتقلى، انا القزبر ما نكثرش ندير غير شويه القضبه ومن بعد نقطع رقيق باسكو كثره القزبر تطلق المروريه ثاني في الحريره ولا الشوربه. المهم خليها تقلى ونعاودو نولولها نولو الموضوع تاعنا كما قلنا. المهم خواتاتي انا كنت قطعت لا فيديو ما وريتلكمش كي قليتها وكي درت الماء وكلشي باسكو كان عندي الماشينه تخسر وفريمون دير الحس بزاف. المهم خواتاتي ها راكم تشوفوا درت ديك القضبه تاع القزبر دوك اش غادي ندير من تغلي مليح نقفل لا كوكوط تاعي خليها طيب. هاي ديك القضبه تاع الحمص اللي وريتها لكم بعد نصفيها ان شاء الله وشويه تاع الدجاج وهي طابت شربتي. المهم خليها انا دوك تغلي نقفلها. هنا جبت وجدت شويه تاع التشينه قلت نحصرها خملي تخسر عندي ما كلاوهاش كاع قلت هذه تاع الحصير ديجا جايه مش عارفه هذه تاع الحصير ما نضمش تاع اللي تذكر. المهم نحصرها والهضره والمغزى هاني وليت لكم بعد ما عصرت باسكو فريمون كان الحس بزاف قلت ما نديرش الحس او ما نهضروا ونعقلوا على هضرتنا. انا غادي نلم هذه الحاله هنا نشرب واحد الكويس انا ولدي والزوج تاعي هذيك هي ونعاود نولي لكم. هاني وليت لكم خواتاتي بعد ما لميت هذوك الصوالح تاع التشينه ونقيت كلشي غسلت دوك الماينات صفيت الشربه نتاعي كما راكم تشوفوا والله غير جات واحد البنه ما شاء الله مرها بين يديكم. دوك درت الشوربه تاعي كما راكم تشوفوا الفيرميسال راني مخليتها طيب شويه وغادي في التالي ندير عليها هو الدجاج تاعها وندير الحمص كما راكم تشوفوا الحمص راه طايب قلعته غير نديره وندير شويه تاع الحشيش فوالا ندير كلش في الكيكوطه ونطفي عليها نزيدها غير واحد زوج دقائق ولا. المهم نولو الموضوع تاعنا اللي قلنا قلت لكم كاين اللي تقول لك حبسنا في الصالات كاين اللي يقول لك مازلت صغير ما نصليش ضروري كيجي نهار اللي نصلي بالك نبداها مع رمضان. يا اخي يا اختي ما ضمنتوش رواحكم راهي زنزله جات ما علمت ما والو اللي مات مات كما قالك اللي حاج حاج واللي عوق عوق. المهم سيو باش نعاودو نراجعوا امورنا واحد يتوب لله عز وجل ويتقرب من الله قد اللي ينجم والله يجعل ربي يغفر الجميع ويغفر لنا معاهم يا رب العالمين. مهم الانسان يحاول قد اللي ينجم باسكو الدنيا فانيه جماعه وطوي كيما قال لك الموت ما غاديش تطبع عليك وتقول لك راني جايه وجدي روحك. لا اختي لا خويا تكون راقد بالك ما تنوضش هذه هي الانسان يدير هاد الحسابات دائما ماشي يقول لك مازلت صغير وكلش بكري نعقل مي كنت صغيره والله كنا نسمعوا الموت تدي غير الكبير. الوقت اللي رانا فيه اجيال اللي راهي تموت لا بليبار لي جون والله غير صغار لا ماشي كيما قالك موت ربي لاكسيد ولا ماشي لاكسيد الله يستر مرض. مهم انسان ما ضمنش دروك الامور هذه ضامن ربي سبحانه عز وجل توجور ديروا بين عينيكم حاجه كاع اللي فيها الخير اكتيفو بها. يا خويا يا اختي اللي عندك غير فتاه تاع دريهمات كيما قالك وعارفه روحك كافيه وافيه هذوك زياده روح دير حجه ولا عمره وتوكل على الله باسكو الانسان ما ضمنش كيما قلت لكم حتى من الغدوة الواحد يدير يدير الخير ليه وللناس ويطلب ان شاء الله كيما قال لك الحاجه المليحه في الدنيا وفي الاخره. والوقت اللي رانا فيه كيما قلنا والله ما نضمن كاع اي حاجه تبان لك تاع خير باش ديريها اي صدقه اي مجهود تعاوني فيه انسان هذه هي ما تخميش غير في روحك. لكن عندك الساكن كيما قال لك الواسع والمركب الخفيف كيما يقولوا لك عندك اللوطه والسكنه وهذيك بركه من عند الله وتاكلي وتشربي ماشي الاخر ديري به غير الخير 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 نهار اللي نتلاقوا ربي. وي ماما ساي ساي جو بريبار ماما نهار اللي نلقوا ربي ان شاء الله كيما قال لك نلقوه حنا عامرين. هي الدنيا ماشي دار الدنيا والله ما تغويكم دار الدنيا هي ما كاش كيما دار الاخره هي الصح ونتمنى يا ربي يوفق الجميع. المهم خواتاتي كيما كتشوفوا كانت سميشه ما شاء الله راه الحال دار عينينا بالخف. ما غاديش نطول عليكم باسكو انا شويه هكا كنت جاتني واحد المكالمه هضرت مع مرت خويا ورانا خارجين باذن الله. المهم وراكم معايا Thank you.
المهم كما شفتوا عندنا الخضره حنا ثاني، عندنا النعناع، عندنا الزيتون، ما شاء الله سلعه البلاد راهي هنايا. بخواتاتي انا في مارشي، بنجمت نفيلمي من تما باسكو كاين ناس جايين. راني داخله المارشي تاع روبي، تي مارشي يديرو تو فاصون غير السبت هكا غيكومونس فيغ كالور. يبدا على 2:30 يكمل على 5:30. المهم غادي نضربوا دوره فيت في وراكم معانا. صافا ما راهش البرد، البرد بزاف موك اياه. كاين خضره، كاين شويه تاع القشيش، قش تاع المشتى. اليوم زعما انا حرين، اليوم خلينا الصغار في الدار، خلينا الصغار الكبار شادين الصغار. هذيك هي قلنا نضربوا دوره نشوفوا بعينينا شويه. راكم معنا انا غير مع النيطوايانس، واحد يشانجي لا كولور خير تقعدي ترونكيل، الكلير يبان فيه. المهم خواتاتي كما قلت لكم المارشي راه فيه ريحه البلاد. فيه كل خير بابور، فيه كل خير كما شفتوا عندكم، تحسبونا في البلاد ما شاء الله. المهم هالمارشي، المهم انا غنضرب دوره وراكم معايا. ولاو يشرو كلشي شاتو والله. الله يفرج عليكم وعلى والديكم. امين يا رب العالمين. روحي تشوفوا المهم خواتاتي، انا عجبوني هادو راهم كما كتشوفوا لا موت تاع الجون. ديت هكا مغارف فيهم سته، وديت هادو فيهم سته ثاني تاع فراشيك. المهم كاين معين ما شاء الله كيما البلاد. بون هنا كملنا هنايا، شرينا شي صوالح، مرت خويا ثاني شرات شي معينات. اختي رمضان تبغي تدخل يدخل عليك يلقى حاجه جديده. راحت فينا عاده كيما ها. المهم دوك غادي نشوفو، انا نشوفو صويلحاتو وراكم معايا. انا درت هاد لسون باسكو رجاي لي بوتي سوا مي طايفا، دوماج ما جبناش ان كغون ساك. المهم خواتاتي عاود شرينا كيما راكم تشوفو، قلت لك راني نوجدو رمضان. ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، وكيما قال لك الله يخط لينا على خواطرنا امين. يا اختي راه عطا الله الخير، القش القش راه محطوط اللي ما بغاش يشري. وي وي والله هنا من تفوتوا تسمعوا هذا القران ما شاء الله يعجب، تحس روحك دوله اسلاميه. المهم خواتاتي انا نشوفوا راكم معنا، ما غاديش نطول عليكم لا فيديو باسكو. المهم خواتاتي حنا كملنا قضيانا، رانا رايحين للوطو. صافا مدام صافا تخي بيان، قولي لها افيك لي ساشي صافا تخي تخي بيان. بون المهم انا راح نحطو في اللوطو هادو وراكم معايا. بوكوا جي با مونجي جي فام لا غروز باش. المهم خواتاتي راني جيت وكلا عند صالحي وكلشي، ان شاء الله تكون هاد الجولة عجبتكم معايا. بغيت نشارك معكم هادو اللي شريتهم، راكم عارفين حنا رمضان اللي قلنا هما تكون عندنا حاجة جديدة في الدار. والله انا شحال من عام ما شريت حاجة جديدة هكا، ماشي ما شريتش، نشري طوزون طو بصح زعما شاك رمضان نجدد جامي. قلت هذا رمضان نجدد سويل حاجة جديدة هكا، ان شاء الله كيما قالك غيدخل علينا بالصحة والستر وطول العمر ولهنا يا رب العالمين، والله يخلينا على خواطرنا. نوريكم كيما راكم تعرفوا هاد الدوغي دروك راه لاموت، وكاين لي بالبيض هنايا بهاد اوليو نوار، كاين البلون بالدوغي. انا عجبني نوار بالدوغي، كاين ثاني البلون بالدوغي كيما راكم تشوفوا. كاين هادو المغارف وكاين فراشيط، ومرت خويا ثاني قدات صويحات كانوا خاصينها شرات فيهم معينات. ان شاء الله يا ربي تكون جاتكم هاد لا فيديو كيما قال لك خفيفه وظريفه على القلب. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم وهرانيه فيليب، والسلام عليكم.